جمع المدينة القرميد والآجر، لا يزال فريق المستقبل الرياضي لركبي بالمدينة يحصد الألقاب من بطولات وكؤوس وطنية وإقليمية ودولية منذ تأسيسه سنة 1977 في صلب النهضة الرياضية بجمال، وأنجب شيلا من اللاعبين الدوليين وأرسى تقاليد اللعبة في الساحل التونسي. هو الركبي اللي في تأسس الفرع بتاعه 1977 عن طريق البعث الرياضي هذه سي بشير سالم الخيرية، وكذلك المرحوم حمدة بركلة اللي كان رئيس النهضة الرياضية بجمال، وقام معناها تأسيس على طريقة خدمة الشباب وتكوينهم باش وصلت جمعية اليوم تحصل على برشا كؤوس، ونعتبر جمعية المستقبل الرياضي بجمال البطل الكؤوس وقلعة البطولات. لم يكن فريق المستقبل الرياضي للركبي بجمال مجرد فريق رياضي، بل مدرسة في الأخلاق والروح الرياضية لما تميز به لاعبوه على مر الأجيال من دماثة أخلاق وتداول مسؤوله على قيادة الفريق بدعم أبناء جمال. ناس معناتها تحب الركبي أول حاجة، وناس معناتها تخدم كعائلة واحدة، ناس كل توا تشوف فينا ركبي معناتها كيما الألعاب عام 78 كيما الألعاب توا احنا اون 2015 معناتها اللهم صل على النبي، معناتها نحبوا بعضنا والصغير يقدر الكبير، وكانت عندنا احترام كبير برشا. السبب النجاح هو نتاعنا لهنا هو الاحترام. استضافة الفريق الوطني البولوني سنويا في الموسم الشتوي أصبح تقليدا، وإجراء مقابلتين للأواسط والأكابر بسبعة لاعبين مثل اختبارا جديا لفريق جمال كي يقف على مدى استعداداته للمنافسة على البطولة الوطنية التي يحتل فيها المرتبة الثانية. المرتبة الأولى في الركبي بسبعة من لاعبين قاعدين نحضروا ديجا عن تورنوا من نهار لحد هذايا، وهذه جات في معناها في نطاق معناها التحضيرات نتاعنا. فهمت؟ وعاده كل عام ديجا نلعبوا مع المنتخب البولوني، يجينا كل عام نلعبوا معاه. فهمت؟ تأهيل اللاعبين للمنافسات الوطنية والدولية إحدى أهم الأهداف التي يسعى إليه المسؤولون في الجمعية، كما أن فتح آفاق نحو الاحتراف في البطولة الأوروبية يعتبر من طموحات اللاعبين. المستقبل نتاع المستقبل الرياضي بجمال معناها نحضروا شهر البطولة الوطنية، معناها هذه ولات عادة من عاداتنا، كل عام نلعب على الألقاب. والمستقبل نتاع الجهورات احنا أكثرية الجهورات معناها طلاب معناها يقرأوا في المعهد العالي للرياضة والطرب البدني، سواء بقصر سعيد أو بتونس أو بالكاف، وإن شاء الله يا رب يجيب نفسها ديما احنا معناها الرياضة والروح الرياضية ديما إن شاء الله موجودة في جمال. رغم الإشعاع الوطني والدولي لفرع الركبي للمستقبل الرياضي بجمال، فإن افتقار مقر لائق بالجمعية يبقى مطلبا ملحا ودعما للطاقات الشابة المنخرطة فيه.